نرصد جميع هذه التطورات مع مراسلتنا دارين الحلوي التي تنضم إلينا من مرج عيون جنوبية لبنان. نعم ميشيل، بالفعل مساء أمس وقبيل منتصف الليل سمعنا دوي انفجارين ليتبين أنهما غارة أطلقت صاروخين على محيط شبعة وكفرشوبة. بالطبع لم يتبين حصيلة هذا القصف، لكن كان هناك نعي متواصل من قبل حزب الله لعناصره، وهنا أشير إلى أن النعي في الأيام الأخيرة لا يتضمن توقيت تشييع العناصر، وذلك تلك إشارة إلى أن الحزب لم يتمكن من الوصول إلى جثامين هؤلاء العناصر. هذا الأمر يعني كان ملحوظا في الأيام الماضية، هناك صعوبة لدى الحزب في إجلاء الجثامين وحتى الجرحى من عناصره، لأن الغارات الإسرائيلية تستهدف حتى سيارات الهيئة الصحية التابعة لحزب الله وهي تقوم بالإجلاء. لذلك يتم الانتظار بعض الوقت وطبعا الاستعانة بالجيش اللبناني والصليب الأحمر حتى يتمكنوا من انتشال الجثامين وطبعا الجرحى. هذا التطور ربما عقد المشهد بعد الشيء. اليوم هناك هدوء حذر جدا، لكن هذا الهدوء لا يقود بالضرورة إلى تهدئة وتبريد الأجواء، وربما سيكون هناك رد من حزب الله. الجميع ينتظر هذا الرد من دون أن تكون لدينا أجوبة حول المكان والزمان ولا حتى يعني شكل هذا الرد، مع استخدام إسرائيل بشكل مكثف للطيران الحربي في الغارات التي تستهدف مجموعات حزب الله تتحرك في المناطق الحدودية التي شهدت نزوحا كبيرا. المعطيات تشير إلى أن أكثر من ثلثي سكان هذه المناطق تحديدا الحدودية وخلفها قد نزحوا إلى قرى أكثر أمنا وإلى الداخل اللبناني. ولكن يعني التطورات العسكرية طالما أنها مستمرة هذا الأمر سيعقد المشهد كثيرا. هنا الأشغال متوقفة، المدارس متوقفة، وبالطبع يعني اللبنانيون يمرون بأزمة اقتصادية عصيبة. لا أعتقد أن مرور الزمن سيساهم في إبقاء الأمور على ما هي عليه. شكرا لك دارين الحلوي مراسلتنا من الجنوب اللبناني. شكرا.